هروح مع حضرتك لعلاقة المشير طنطاوي بمحمد مرسي بعد كده بقى، بعد وصول الإخوان المسلمين للحكم، وحضرتك كان ليك تصريحات سابقة إعلامية إن العلاقة كان فيها نوع من أنواع عدم الارتياح. ده كان متوتر، فندم؟ كان فيه توتر، توتر. توتر في العلاقة، وده يقول يمين ده يقول ايه شمال. وطبعا احنا عموما في القوات المسلحة متعودين ان في قائد واحد وفي قرار واحد، لكن الفترة كانت صعبة. وانا كان بالنسبة لي بقى لازم أأمن المواني بتاعتنا كلها تبقى مفتوحة، وخطوط الاقتراب والمواصلات لمصر عاملة ومؤمنة، وإن المواني ما توقفش، لأن المواني لو وقفت مصر هتوقف. فكان المهمة بتاعتي تأمين سواحل مصر وتأمين مواني مصر، وبكل تعاون مع زمايلي من القوات البحرية قدرنا ننفذ المهمة.